السلام عليكم جميعا. اليوم رح نحكي عن محاضرة ايش؟ محاضرة الانتي فنجل دراجز. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله. اول اشي الكلاسيفيكيشن اوف ذا انتي فنجل دراجز. عندي سيستميك او ديب فنجل انفكشن، عندي سوبرفيشال انفكشن، تمام؟ اذا في عندي سيستميك او ديب ماشي فنجل انفكشن، وفي عندي ايش سوبرفيشال ايش انفكشن. هلا السيستميك عندي أربعة، أنفوتيرسين والفلو سايتوسين والكابو فانجين وعائلة الأزول، تمام؟ تمام. هلا طبعا رح نحفظهم، بس خلي حفظهم لكل وحدة لحال، حلو؟ هلا الدراج اوف ذا سوبرفيشال انفكشن، في عندي دراج بعطيها سيستميكالي وفي عندي دراج بعطيها توبيكالي، تمام؟ كيف يعني؟ يعني عندي السوبرفيشال انفكشن يعني انفكشن ولكن جاي مثلا على مكان صغير، بقعه صغيره. هلا هون على الاغلب انا ما بستخدم سيستميكالي، بستخدم التوبيكالي، تمام؟ ولكن ممكن في حالات معينه انا استخدم انه دواء يوصل للسيستم كله مشان يعالج لي هذا السوبرفيشال انفكشن. هلا شوفوا كيف الدراج السيستميكالي والتوبيكالي تاعون السوبرفيشال، عندي الازول مشترك ماشي، وعندي هاي التربينافين، تمام؟ هذول مشتركات، تمام. هلا السيستميكالي في عندي الجريزيو، في عندي التوبيكالي بنضيف عليه ايش النستاتين. اذا ترتيب الامور كالتالي في بالنا، انا عندي دراج بعطيها اول شيء سيستميك للديب انفكشن اللي هم الانفوتيرسين بي والفلو سايتوسين الكابو فانجين وعائلة الازول. السوبرفيشال عندي ازول التريبانافين وتريبانافين، وفي عندي الجريزيو فالفين والهنسيستميكالي توبيكالي نستاتين. طيب هلا بحكي لي ملاحظة ان السوبرفيشال، طبعا الادوية هاي هي رح نتعامل معها في محاضرتنا اليوم. طيب بحكي لي انه السوبرفيشال فنجل انفكشن ار تريتد فيرست وذ توبيكال. حكينا انه السوبرفيشال انا على الاغلب بستعمله للتوبيكال، ما بروح بستعمله لايش على الاغلب بعطي دواء سيستميكالي. طيب هلا متى بكون عندي الانفكشن سوبرفيشال، تمام، وبروح بستعمله سيستميك ثيرابي؟ يعني متى بستعمل الأدوية اللي من هاي المجموعة اللي هي هاي الدراج الجيفن سيستميك اللي في حالة السوبرفيشيال؟ طيب هلا السيستميك ثيرابي بستخدمها في حالة انه اعطيت المريض، انا اعطيته توبيكال ثيرابي، حلو؟ تمام. هلا لما اعطيته توبيكال ثيرابي اجاني بعد اسبوعين حكى لي والله يا دكتور ما استفدت عليه، فانا صار في عندي ريزيستنس للتوبيكال ثيرابي، ففي هاي الحاله بروح ايش بعطيه؟ بروح بعطيه سيستميك ثيرابي، حلو؟ تمام. هلا الحاله الثانيه وايد اور ان اكسسبل اريا، يعني الشخص هذا مثلا ظهره كله فيه فنجل انفكشن، فما راح يعني اعطيه علبه كريم كل يوم، علبه كريم نين بنجيب له كريمات او هاي الدهونات، تمام؟ او ان او ايش ان اكسسبل اريا، مناطق يعني ما بقدر انه يوصل لها انه يقدر يدهنها، تمام. في حاله السيفير انفكشن كان انفكشن كبير وتفاقم، فبروح بلجأ للسيستميك. في حاله اللو اميونيتي اوف ذا بيشنت، هلا اللو اميونيتي بتشمل نوعين من الاشخاص، النوع الاول اللي هم الناس اللي معهم ايدز، النوع الثاني هم الناس اللي انا بعطيهم اميون سبريسر، يعني مثلا ماخذ كليه عند من شخص تمام اخر، فمشان الجسم ما يرفض لي هاي الكليه الجديده اللي اجت بروح بعطي ايش؟ بروح بعطي اميون سبريسر مشان جهاز المناعه ما يتعرف على الكليه الجديده اللي اجت، تمام. فهذا الشخص عنده الاميونيتي قليله، فمش ناقصه انه يعني يجي فنجل انفكشن حتى لو كان هذا الفنجل انفكشن ايش سوبر فيشر. طيب هلا السؤال هذا ايش بحكي لي؟ بحكي لي انه according to the mechanism of the action، حسب الميكانيزم يعني حسب هذا الدرج شو اللي راح يهاجمه، الانتي فنجل دراج ار كلاسيفايد از ا فولوينج. هلا دراج اكتنج اون ذا فانجاي بقسمهم كالتالي، اشي بيروح يهاجم لي المايكرو تيبيول تبعون الفنجل يعني او الفنجس، تمام. اشي بيهاجم لي النيوكليك اسيد سينثيسيس، واشي بيهاجم لي الايش الميمبرين بيرميابيليتي، تمام. ها
هلا تبعون المايكروتوبيول اللي هم الجريزو هذول هاي كر هذول هاي الجريزو فالفين اللي كان هون استثناء. هذا الجريزو فالفين اللي كان هون استثناء هو بروح بشتغل لي على شو؟ على المايكروتوبيول. اذا من هون بنحط عند الجريزيو بنحط ايش؟ ام انه بشتغل لي على ايش؟ على المايكروتوبيول. البلوك نيوكليك اسيد سينثيسز اللي هي ايش؟ تبعت الفلو سايتوسين. الفلو سايتوسين هذا رح نحكي شو قصتها. الفلو سايتوسين هاي زي ما بقولوا البركه، ماشي؟ كيف يعني البركه؟ يعني هاي الطيبه المنيحه الكويسه. اي اشي بدايته فلو من في محاضرتنا اليوم رح يكون اشي منيح وما شاء الله عليه، تمام؟ فهاي الفلو الطيبه، تمام، البركه بتروح يعني بتشتغل لي على ايش؟ على الاساس، تشتغل لي على النيوكليك اسيد سينثيسيس. ما عندها هي مرحميني، تمام؟ ما عندها هي مرحميني لمين؟ ما عندها هي مرحميني للفنجس، تمام؟ للبكتيريا قال للفنجل انفكشن، تمام؟ ولكن يعني هي كويسه لنا، رحيمة علينا. طيب اذا اذا عندي هون الفلو، حكينا اول اي شيء بدايته عندنا فلو في المحاضره هاي حيكون كويس لنا، شرير على البكتيريا، تمام مصر انا على البكتيريا، شرير على الفنجر انفكشن، حلو تمام. طيب اذا هاي تشتغلي على ايش؟ على النيوكليك اسيد سينثيسيس. هلا على الممبرين بيرميابيليتي الازول، ولاحظنا انه الازول منتشر بصوره كبيره، يعني هون ازول ازول ازول، فبشتغل لي على الممبرين بيرميابيليتي. الانفوتيرسين والتريبا الهي التيربينافين، الانفوتيرسين بي اللي هي كانت اول وحده من السيستميك اللي هي الديب فانجي انفكشن، والتيربينافين اللي هي ايش كانت المشتركه، دقيقه، كانت المشتركه ما بين ايش؟ ما بين السوبرفيشال الاشياء اللي تبعون السوبرفيشال هن سيستميكلي والتوبيكلي، تمام. طبعا من هلا اذا بخربط لبعدين وبحكي لكم البكتيريا مال، لانه احنا من قلنا قديش بناخذ عن الانتي بكتيريا الدرج، فالبكتيريا يعني اسم بكتيريا صار على لساني، تمام، ولكن احنا هون ما دخلنا في البكتيريا، احنا بنحكي عن ايش؟ عن الفنجل انفكشن. فكل الادويه هاي انتي فنجل درج، فاذا خربطت وانا بحكي مع السرعه حكيت بكتيريا سامحولي، اه مشوا لي اياها، تمام. هلا هاي الرسمه بتلخص لك كل الطبخه، كل الدنيا. شوفوا انا في عندي الارغوستيرول، الارغوستيرول هذا بيكون عند البكتيريا، احنا عندنا في اجسامنا كوليسترول، تمام، فالارغوستيرول بنقدر نحكي هو سبيسيفيك فور ذا بكتيريا، تمام. هلا في عندي شيء اسمه السكوالين وفي عندي اللانوستيرول. السكوالين بتحول للانوستيرول، لانوستيرول بتحول الى ارغوستيرول. طيب هلا ذكروا التيربينافين الوايو، ليش نذكر هيو التيربينافين؟ التيربينافين اللي كان مشترك بتبعون السوبرفيشال، تمام. هلا التيربينافين هذا، تمام، بيعمل لي بلوك لهاي الخطوه. بحكي انا بعتذر منك يا هاي السكوالين، ما راح اخليك تصير ايش؟ لانوستيرول، تمام. هلا الازول، مجموعه الازول ما بتعمل لي او بتعمل لي بلوك للخطوه هاي، بتروح تحكي لللانوستيرول بعتذر منك ما راح اخليك تتحول لارغوستيرول، تمام. هلا الانفوتيرسين بروح بيهاجم لي الارغوستيرول نفسه، تمام. طبعا الانفوتيرسين ومعاه ايش؟ معاه هذا ال هي النستاتين، تمام. فالانفوتيرسين والنستاتين بيهاجموا لي الارغوستيرول، تمام. اذا انا في عندي التيربينافين بيهاجم لي الخطوه هاي اللي هي تحويل السكوالين لللانوستيرول، الازول بيهاجم لي الخطوه هاي اللي هي اللانوستيرول تو ارغوستيرول، والارغوستيرول نفسه بيهاجم لي يا الانفوتيرسين والنستاتين. حلو. فطبعا انا اللي هنا الخطوه هاي اللي عليها اصلا اللي هي ايش؟ هاي الخطوه تحويل اللانوستيرول للارغوستيرول هي فيها سايتوكروم بي 450 اللي عنا هنا الخطوة هاي، لا مش عنا، فبالتالي بتوقع انه الازول اللي رح يهاجم لي احد يعني المخلفات السيتوكروم بي 450 انه يكون عنده سايد افكت على جسمي اكثر من التيربينافين اللي بيهاجم لي اشي خاصة بس بالفنجل بالفنجس، يعني تمام. فهمنا الفكرة؟ اذا
التربنافين بيهاجم الاشخاص بس بالفنجس، هاي خطوه بس بالفنجل تمام، بالفنجس تمام. لا الازول بيهاجم لي خطوه مشتركه ما بينه وما بين ايش الفنجس. هلا في عندي هون الذكر لما حكينا المايكروتوبيول اللي هو الجريزيو هاي جريزيو فالفين، هيو مايكروتوبيول بيهاجم لي اياها ايش الجريزيو فالفين. بذكر لما حكينا النيوكليك اسيد اللي هي الطيبة الشريرة، الطيبة علينا الشريرة على البكتي على الفنجل الانفكشن اللي هي هاي اللي هي الفلو سايتوسين. هيها نحن نعرف انه النيوكليك اسيد يعني بتكون اصلا من البيورين ماشي، فهو بمنع تحويل البريكيرسور للبيورين اللي راح يصنع للنيوكليك اسيد سينثيسيس، فهذا هو ايش الفلو سايتوسين. هلا كل دواء ما رح نحكي اسماء ادويه زياده تمام، رح ما رح نحكي اشي زياده، هلا رح بس نثبت المعلومات اللي حكيناها مع شويه توضيحات اخرى، ولكن اغلب المعلومات شملناها تمام. تمام هلا الانفوتيرسين طبعا اي اسم دواء رح نرجع للرسمه تمام. الانفوتيرسين بي، الانفوتيرسين بي ايش حكينا عنه؟ حكينا عنه انه بيهاجم الارجوستيرول نفسه، بيهاجم السن ممبرين نفسه، وحكينا عن الانفوتيرسين بي انه هو سيستميك او ديب فنجل انفكشن، يعني ما بستخدمه الا للشو زي ما بيقولوا للشديد القوي تمام. تمام هلا الانفوتيرسين بي او بي بالاحرى انفوتيرسين بي تمام هو فنجيسايدل، يعني مش استاتيك سايدل. احنا قاعدين اصلا نحكي هو بنستخدمه للديب فنجل انفكشن، بروح بقول فنجي استاتيك الاكثر او المنطق اكثر نحكي سايدل، بقتل الفنجس تمام. هلا حكينا انه بشبك مع الارجوستيرول تبعون السيل ميمبرين، حكيناها هاي في فورميشن اوف ذا ارتفيشال بور. هلا الفكره كالتالي، انا عندي الارجوستيرول، ارجوستيرول السيل ميمبرين هيك بكون شكله تمام حلو، بروح الانفوتيرسين بي بروح بيعمل لي بورز، بروح بيعمل لي ايش بورز في هذا السيل ميمبرين حلو، فبصير في عندي ليكيد لا الامبورتنت سيل كومبوننت تطلع لي لبرا السيل كومبوننت تمام، فبصير في عندي ايش سيل ديث تمام. هلا بحكي لي ات سيلكتيف سيلكتيفلي توكسيك تو فانجاي، يعني هي سيلكتيف للفانجاي. ليش انا حكيت هاي الفكره قبل ماشي، نركز مع بعض وما إن يعني انه يعني نشتت افكارنا. مش احنا حكينا هي بتهاجم الارجوستيرول، واحنا حكينا انا بجسمي كوليسترول، فلما الانفوتيرسين بي بده يهاجم الارجوستيرول هل انا في جسمي ارجوستيرول؟ لا، فبالتالي هي سيلكتيف لشو؟ للفانجاي تمام. اذا واي؟ بيكوز ذي انتراكت وذ ارجوستيرول اللي هو مش عندي موجود بجسمي. استيرول يونيك تو فانجل سيل ميمبرين، هذا نوع من الاستيرول. استيرول كيف يعني؟ يعني انا عندي استيرول انواعه ارجوستيرول كوليسترول ماشي، فهيك فبحكي لي هذا النوع من الاستيرول اللي هو خاص في الفانجل سيل ميمبرين حلو. اذا هاي النقطه برضه حكيناها. الانديكيشن ذا موست امبورتنت انتي فانجل ان ذا ديب فانجل انفكشن especially، يعني اول ما الدكتور يشوف انه والله هذا الشخص عنده ديب فانجل انفكشن، واحنا اتفقنا ليش هو ديب فانجل انفكشن، حكينا هنا انه هو اول واحد في الديب فانجل انفكشن، اول يعني اول ترتيب تمام، فله الاولويه ماشي الانفوتيرسين بي تمام. اذا هو اول واحد، هو اول الخيار انا بستخدمه في الانتي فانجل انفكشن او في الديب في الديب فانجل انفكشن كانتي فانجل انفكشن. ليش؟ لانه له يعني تاثير كبير. هلا سبيشالي وين؟ في السيفير لايف ثريتنينج، في حالات الفنجل انفكشن اللي ممكن تهدد للحياه، وهنا انا احنا قاعدين نحكي انفوتيرسين بي، قاعدين نحكي فنجيسايدل، قاعدين نحكي بستخدمه في الديب فنجل انفكشن، فالكل يعني احنا هنا داخلين في الكيسز الخطيره، لهيك انا بعطيه شو؟ بعطيه اي في تمام؟ فبالتالي هو بعطيه اي في، فبالتالي هو ايش نوت ابزوربد اورالي، ما يعني مش منطق انا قاعد بحكي في ليفل عالي وخطير وكذا وروح احكي بنعطى اورالي، لا هون بنعطى اي في تمام. عندي هون المينينجايتس، هلا الفكره هون انه انا اذا بدي اياه يعالج لي المينينجايتس بروح بعطي حقنه ولكن انتراثيكال تمام. ليش؟ لانه ما بيوصل لي السي اس اف مع الاي في انفكشن انجكشن تمام. اذا اعطيته اي في
اذا انا اعطيته اي في ما بيصلي للسي اس اف، لهيك بروح بعطي ايش انتراثيكال في حاله ايش المننجايتس. طيب هلا هذا ال عندي هون الامفوتيرسين بي يعني حد الان ما شاء الله عليه والله عامل الواجب وزياده، ولكن الامفوتيرسين بي بحكي انا بعطي ولكن باخذ. كيف يعني بعطي وباخذ؟ يعني انا اعطيتكم الفوائد هاك تمام، انا ممشي معاكم، ولكن انا راح اضربكم بسايد افكت مش طبيعيه. شوفوا السايد افكت تاعونه تمام. هيك خلينا نسبق شوي، لهيك مع السايد افكت هاي رحنا جبنا مين؟ قلنا له انت يا امفوتيرسين بي قاعد بتعايرنا انك قاعد بتفيدنا، بدناش اياك، راح ناخذ منك شويه وراح نخلطك مع شيء اسمه ايش اللي هو الطيب الطيب تاعنا اللي هو ايش الفلو سايتوسين. هذا ايش اللي هو المنيح معنا. خلينا نشوف الامفوتيرسين بي اللي عايرنا وحكى انا مثل ما فتكم راح اضركو. شوفوا السايد افكت تاعونا. شوف انفيجن ريليتد اول شيء فيفر ماشي، ريجورز، هايبوتنشن وشوك، يعني ممكن توصل لمرحله الشوك. They can be avoided by. كيف ممكن انا اعمل avoided للامفوترسين بي انه يعمل لي هاي السايد افكت الخطيره؟ ممكن اني انا ايش اعمل سلو انفيوجن ريت، يعني انا مش بعطي اي في ولكن زي بالتقطير شوي شوي بعطي تمام. او ايش اللي هي البري تريتمنت ويز انتي هيستامين، هيستامين انتي هاي بايريتكس و الميربي ميبريدين او جلوكو كورتيكويد. كيف يعني؟ يعني مش انا اعطيته اول شيء بالتقطير، ثاني شيء بروح بعطي انتي هيستامين مشان ما يصير عنده مثلا انافلاكتيك شوك تمام، بعطيه خفض للحراره مسكن للالم وهيك. طيب ثاني سايد افكت وهي الاخطر اللي هي النفرو توكسيسيتي تمام. نفرو توكسيسيتي this can be decreased by. كيف ممكن ان انا اتجنب شوي النفرو توكسيسيتي؟ عن طريق ان انا بعمل دوز ريدكشن، ان اقلل الدوز هايها كومباين ويز الفلو سايتوسين، اني انا اروح اجيب الدواء احط شوي من هذا الامفوتيرسين بي ماشي، ولكن اروح اجيب معه ايش اجيب معه الطيب اللي كويس معنا اللي هو الفلو سايتوسين. طبعا هنا لما بعطي الدوين هذول مع بعض رح يصير عندي نوع من اللي هو الساينرجيزم، يعني الدواء بصير مفعوله اكثر يعني قوي، فبالتالي بكون قادر اني انا اكتفي بكميه قليله من الامفوتيرسين بي. ثاني شيء يوز اوف لايبوسومال فورميوليشن، برضه اللي هي اللايبوسومال فورميوليشن يعني بحطه بالفورميوليشن اللي اسمها اللايبوسومال فورميوليشن ليس بايندينج اوف ذا دراج تو ذا رينال سيل، يعني اذا بحطه في الفورميوليشن تبعت اللايبوسومال يبطل يشبك لي على الرينال سيل، فبالتالي ما راح يصير عندي ايش نفروتوكسيسيتي. وحكينا هاي اخطر سايد افكت واكثرها وضوحا تمام. هلا ممكن ذكروا الاشخاص اللي قبل شوي حكينا نعطيهم الانتراثيكال في حالة المننجايتس، في حالة الانتراثيكال ممكن هي في حالة الانتراثيكال انجكشن ممكن الواحد يصير عنده ايش كونفولجن اللي هو التشنجات، ولكن يعني مش كومونلي تمام. اذا انا عندي سايد افكت اهم شيء اللي هو النفرو توكسيسيتي. جميل جميل، هيك خلصنا ايش الانفوتيرسين بي. هلا بنيجي على ايش على الطيب المنيح معانا زي ما بقول القدع الويش الفلو سايتوسين. طيب هلا اول شيء الميكانيزم اوف ذا اكشن، احنا من البدايه اتفقنا الفلو سايتوسين هو بستخدمه كايش بروح بخلطه مع الانفوتيرسين بي فما يعمل النفروتوكسيسيتي تمام. فبحكي لي انه الفلو سايتوسين ات از ترانسفورمد تو 5 فلورو، هاي الفلورو مش عارف كيف الفظها حتى راسيال ولا مش عارف كيف بدي الفظها 5 اف يو تمام. inhibition of the nucleic acid synthesis، احنا اتفقنا انه هاي المعلومه مش جديده، هيها من هون دقيقه، هاي الفلو سايتوسين بيعمل لي بلوك لايش للنيوكليك اسيد سينثيسيس تمام. اذا لحد الان طبعا هذا هاي الصيغه الفورمولا الدكتور حكيت ممكن انا احكي لكم هاي الفايف فلور هاي فايف فيو انه شو بترجع لي للفلو سايتوسين. human cells cannot transform الفلو سايتوسين into 5 فيو، فبالتالي هو selective toxicity تمام. فكرة هون هلا هو متى بصير انه ضار؟ لما يتحول لي لهذا الشكل هو ال 5 فيو.
خلايا جسمي انا بتقدرش تحول لي الفلو سايتوسين لفايف فيو، وبالتالي هو سيلكتيف بس لايش الفنجس، لانه هي بتقدر تحول لي اياه للفايف هاي فيو، تمام؟ فهو سيلكتيف توكسيسيتي. هلا لحد الان ما حكينا يعني ايش كثير جديد. هاي شوف هون جيفن اورالي وذ امفوتيرسين اور الازول في هاي الكريبتوكوكال انفكشن، تمام؟ برضو حكينا بس نضيف عليها ايش الازول برضو ما اشوف، والحاله هي الكريبتوكوكال تلقى في صح انفكشن. الادفيرس افكت، اها هلا احنا اتفقنا انه الفلو سايتوسين هو طيب ومنيح، تمام؟ ولكن مثل ما احنا بنعرف ما في حدا بدون اخطاء، ما في حدا كامل، فهو عنده بعض الادفيرس افكت، ولكن يعني نقدر نحكي خفيفه. كيف خفيفه؟ وش الادفيرس افكت تاعته؟ ثنتين ببلشوا لي بحرف الاتش، وواحدة اللي هي البومر ديبريشن. هلا بحكي اوكي انا رح اعملكم جزء بومر ديبريشن، ولكن جماعة الخير لا تظلموني، ريفيرسبل يا جماعة الخير. بعمل هير لوس وبعمل هيباتوتوكسيك، ولكن مش بنفس الليفل اللي اعطيت فيه بس الامفوتيرسين بي وعمل لي النيفروتوكسيسيتي، تمام؟ هون ممكن يضرب الكلية، هون لا هيباتوتوكسيسيتي ولكن انه يعني نوعا ما قليلة، تمام؟ فهم بحكي للadvantage of the combination of the flow cytosine الطيب مع الامفوتيرسين بي. طبعا في شغلة قلنا اتفقنا انه مقطع فلو بس يبلش لي بالدواء نعرف انه هو منيح، تمام؟ انه هو الكويس من الحلال. بالضبط. فالطيب مع اللي عايرنا، الشخص اللي بلش يعاير فينا انه انا فتكو ورح اضركو زي ما فتكو رح اضركو، شو فات انه انا اخلط هذول الدوايين الكويس مع المش كويس؟ decrease the resistance to the amphotericin B، بقلل تأثيرة الامفوتيرسين B عن طريق ان انا بستخدم دوز اقل منه، و lower doses هي of amphotericin are used، فبالتالي less nephrotoxicity، وهي النقطة اللي اتفقنا عليها من البداية انه النيفروتوكسيسيتي هو اخطر اشي ممكن الامفوتيرسين انه يعمله. تمام. هلا ما انه صرنا حاكين عن شو، عن الارغوستيرول، حكينا شو اللي بيهاجم الارغوستيرول، حكينا الامفوتيرسين بي، وحكينا واحده ثانيه تذكروا لما قلنا الهاي اللي تبعت الان نستياراتير، دقيقه وينها هي، النستاتين، تمام؟ ايوه النستاتين. خلينا ما انه صرنا حاكين وحاكين نروح على النستاتين نخلص منه. طيب هي النستاتين. طيب النستاتين حكينا مش بيتكلم على الارغوستيرول، حكيناها اوف ذا فانجس الممبرين، بيعمل لي ارتفيشال بور، يعني نفس الاشياء تبعون ايش، تبعون الامفوتيرسين بي، ليكج اوف امبورتنت سيل كومبوننت، وبصير عندي سيل ديث. اذا نفس الميكانيزم تاع شو، نفس الميكانيزم تاع الامفوتيرسين بي. يوزز تو توكسيك فور سيستميك يوز، يعني هذا ايش، شو اللي بيفرق عن الامفوتيرسين بي؟ الامفوتيرسين بي كان يستخدم سيستميكلي، النستاتين لا توبيكلي. لهيك اللهم صل على محمد، حكينا هون انه النستاتين بنعطى توبيكلي ما بنعطى سيستميكلي، تمام؟ بينما الامفوتيرسين بي كان بنعطى سيستميكلي، تمام. ف بستخدمه لوكالي في حاله ايش، الاورو فارينجيال والجي اي تي كاندياد، هاي كاندياسز جيفن اورالي نت ابزوربد. شو هاي القصه؟ هلا انا اذا اعطيته اورالي بيجي حدا بيحكي ايه انت لا قاعد بتسرحي فينا، طب احنا كيف نحكي توبيكالي وما بصل للسيستم للسيستميك يعني، وانا بعطي اورالي؟ هون بعطي اورالي للجي اي تي، يعني على فرض انه في عندي تجويف يعني انا المريء وهون في عندي المعده، تمام؟ فهذا الدواء بيكون ايش، زي كاني بدهن بطانه الجي اي تي هيك، فهمنا كيف؟ فهو اورالي ولكن ما راح يتم امتصاصه، ما راح يروح للسيستميك، ما راح يروح بعدين يتم امتصاصه من الامعاء وهيك، لا راح يضل في الجي اي تي، ماشي؟ مشان يهاجم للانتي ايش فنجل، مشان يكون كاز انتي فنجل دراج. هون عندي الكوتينيوس كاندياد، هاي الكانديدا يعني، ماشي؟ توبيكال نوت اريتنت اند ريرلي كوز اليرجي، ما بيعمل لي اليرجي. فاجينال، هاي كثير مشهوره الفاجينال كانديدياسيس، جيفين بوث توبيكالي اند اورالي. الاورالي ليش هون توبيكالي؟ فهمنا ليش توبيكالي، لانه ايش عندي كانديدا بالفاجينا فبعطيه توبيكالي. اورالي ليش؟ مشان امنع انه يصير عندي ايش جي اي تي كانديدا، تمام؟
بالضبط ايوه هيها as GIT candida candida forms a source of ايش هاي reinfection of the vagina يعني كأنه بعمل ايش انه زي بخلي البيئة المحيطة للفاجينا سليمة وخالية من اي fungal infection. نرجع للأزول. هلا الأزول ايش حكينا عنه الأزول قبل هيك؟ حكينا عنه الأزول انه بهاجم لي خطوة السيتوكروم بي 450 اللي بتحول لي اللانا ستيرول للإرجو ستيرول. طيب جميل. هلا الأزول عندي الأزول 3 أنواع الكيتو والفلو والإترا. من هلا بنتوقع الفلو شو يكون؟ ابن حلال وطيب وما شاء الله عليه تمام حلو. طب الأزول كيف بعطيه؟ بنعطى أورالي. إذا الأزول إيش بينعطى؟ بينعطى لي إيش؟ أورالي تمام تمام. لا بلا ما اكتب بلا ما اتهور واكتب لانه خطي كثير سيء اصلا وبطيئه. المهم هلا الميكانيزم اوف ذا اكشن ماشي فانجيسايدل تمام. لحد الان ما حكيناش عن شيء فانجيستاتيك كله كان فانجيسايدل. طيب هلا هذا ايش بيعمل لي؟ انهيبيشن اوف ذا ارجوستيرول سينثيسز يعني مش بروح بهاجم الارجوستيرول بيعمل فيه بور زي الابو هذا النستا والابو الانفوترسين بي. لا هذا بالسينثيسز عملية تكوين للارجوستيرول بيهاجم لي اياها اللي هي من هون حكيناها من خطوة السيتوكروم بي 450 بيعمل لي اكس هون تمام. فاصلا الارجوستيرول اصلا ما بتكون اصلا ايش ما بتكون. جميل جدا 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 باي انهيبيشن الفنجل هيو سيتوكروم بي 450 ليدنج تو ميمبرين ديس فانكشن تمام حلو. هلا نيجي على انواعه الكيتوكونازول. الكيتوكونازول هذا اول واحد من اسمه كيتو حكوا عنه انه كيوت قالوا هذا شكله كيوت ولطيف وما شاء الله عليه ولكن ايش طلع غدار طلع ايش غدار يعني طلع كويس بس عنده كثير سايد افكت. هذا رح نشوف كيف. For first oral broad spectrum antifungal هو اول طبعا في شغلة من هلا لما بحكي ازول كلهم broad spectrum تمام كلهم ايش broad spectrum. جميل جميل. فهو first oral broad spectrum antifungal it is used for طبعا بستخدمه لشو؟ للديب فنجل انفكشن للكانديدا انفكشن. دقيقة خلينا اصغر هاي مشان ابين الكل سلايد ايوه. لا ايش برضو لا الدرماتو fight resistance to هاي جريسو فالفين والتريبانافين oral and topical هذول برضو اسماء ادوية تمام. هلا دقيقة شو إذا نركز شوي. deep fungal infection mild or non meningeal as alternative to the amphotericin يعني إذا ما بدي أعطي amphotericin بروح بعطي الأزول في حالة الكانديدا في حالة الدرماتوفايت. الكانديدا والدرماتوفايت الدرماتوفايت بتكون إيش as a resistance to ضل الدوين تبعت الجريزو طبعا مايكروتوبيول هيو دقيقة أنا بحاول أربط لكم هاي هي الجريزو طبعا مايكروتوبيول وإيش والدواء الثاني هو التيربان. التيربان اللي هو هذا الدواء اللي حكينا هنا الهيو التيربانافين اللي بيعمل لي بلوك لأول خطوة في خطوة تصنيع الارجوستيرول تمام حلو 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 هيك خلصنا. هلا avoid combination with avoid combination with اول شيء الانتي اسيد او الاتش 2 بلوكرز لانه بيقلل لي الجاستريك اسيديتي وبيقلل الابزوربشن. شو الفكرة هنا؟ هلا صلوا على النبي اول شيء اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. هلا عندي الازول بيعتمد عمليه الابزوربشن تاعهم على وجود جاستريك اسيديتي فانا لما بعطي انتي اسيد او اتش 2 بلوكرز راح يقلل لي الجاستريك اسيديتي وبالتالي راح يقلل الابزوربشن لهذا الدواء فما راح استفيد منه شيء. اذا هاي اول واحدة من المحرمات استخدامها مع الازول. ثاني شغله ما بستخدمها مع الامفوتيرسين بي. ليش؟ منطقيا راح نيجي على الرسمه ونشوف ليش يعني منطقيا انا الأنفوترسين بي بيهاجم الإرجوستيرول والأزول بيمنع تكوين الإرجوستيرول تمام. إذا أنا عندي هون إرجوستيرول في واحد بيهاجم الإرجوستيرول واحد بيمنع لتكوين الإرجوستيرول فما بقدر أعطيهم مع بعض. ليش؟ لأنه إذا أعطيت مثلا الأزول وعمل لي بلوك لهذه الخطوة وما تكون عندي الإرجوستيرول الأنفوترسين بي ما رح يلاقي إرجوستيرول يهاجمه ويعمل فيه بور فهمنا كيف. فمش منطق إن أنا أعطي هذول الدوين مع بعض. فهي هي أنفوترسين بي الكيتو هذا اللي حكينا عنه كيوت هذا ديكريز الانفوترسين افكت باي ديكريزينج الارجوستيرول. الارجوستيرول هو نفسه التارجت تاع الانفوترسين فما بزبط تمام. ادفيرس افكت
خذولكم على الادفيرس افكت ما شاء الله يعني اشي بيفتح النفس نوزيا فومتينج راش هيباتو توكسيك تمام شوفوا هل هذولا يعني اغلبهم اصلا اغلب الادويه بيعملوا النوزيا فومتينج وممكن يعملوا الهيباتو توكسيسيتي حتى كان الفلو هذا اللطيف المحترم ذكروه قبل كان يعمل هيباتو توكسيسيتي ولكن قليله فهذول يعني ممكن نتقبلهم تمام بس طبعا هون الهيباتو توكسيك سيريس مش زي تبعت الفلو انه كانت خفيفه لهون سيريس هذول اهم شيء ليش لانهم لهم علاقه هذول النقاط النقطه الثلاث لها علاقه في الساتوكروم بي 450 اللي حكينا انه بيمنع لي اياها اللي هو الازول هلا لما بيمنع لي الساتوكروم بي 450 بيعمل لي الستيرويد سينثيسز مين الاشياء اللي تعمل لي تعتمد تصنيعها على الستيرويد اول شيء الكورتيكوستيرويد التستوستيرون والفيميل سكس هرمون ماشي فبالتالي لما انا بعمل بمنع الكورتيكوستيرويد بصير عندي ادرينال سبريشن ماشي فهاي في الكشن في الكشنج ديزيز التستوستيرون بصير عندي ايش هاي اللهم صل على محمد هاي الجينو كوميستيا ماشي هاي المهم وامبوتنس يوز ان كانسر بروستيت كيف هاي الفكره هلا الاشخاص اللي معهم كانسر في البروستيت ماشي هلا الكانسر تبع البروستيت الخلايا تبعت الكانسر في البروستيت تعتمد في عملها على ايش على التستوستيرون تمام فانا لما بعمل انهيبيشن للستيرويد بعمل انهيبيشن للتستوستيرون فبالتالي بقطع احد الميكانيزم او احد الاشياء اللي بتستفيد منها الخلايا تبعت الكانسر اوف ذا بروستيت وبالتالي ايش وبالتالي يعني هاي الحاله ممكن تفيده انه ما يكون عنده تستوستيرون هلا في ميل سكس هرمون هاي من استرويد اللي هي الريجولاريتيز اند انفيرتيليتي بصير الست يعني انفيرتيليتي تمام هلا انهيبيشن اوف ذا ميتابوليزم اوف ذا دراج برضه بيعمل انهيبيشن اوف ذا ميتابوليزم اوف ذا دراج يعني بعطيت الازول مع دواء ثاني بيعطيني دراج انتر اكشن تمام طبعا شو الادويه اللي بيعمل معها انتر اكشن الوارفارين والانتي هاي بيليبتيك وايش هاي الاستير مايزول والترفينادين تمام اللي هن هذول تبعت الانتي هيستامين طبعا هذول اذا انعطوا مع بعض بعمل لي ايش الريثميه ماشي يعني القلب بصير يرفرف تمام راحوا قالوا لا والله هذا الكيتو طلع مش كيوت الكيتو طلع مش كيوت يعني عنده نعمة السايد افكت تمام شو بدي فيه فلا بروح بطور دواء ثاني اسمهن اترا وفلو فلو يعني هذا ايش ابن الحلال الجدع المنيح المحترم خلينا نحكي عنه بانه فلو ماشي طبعا هلا ممكن حد يجي يحكي احنا كيف نميز بين هذا الفلو والفلو اللي قبل هذا مش حكينا مطورينه من عيش الازول فهو فلو اخرته ازول حلو فهذا هو الدراج اوف تشويس بالاسوفيجيال والاوروفارينجيال الكانديدا اند ايش كريبتوكوكال مانينجايتس تمام واكويفالنت تو ذا امفوتيسيرين بي في السيستميك كانديدا هلا كيف يعني هذا الفلو قد يحقق لي شغلتين قد مو كويس اول اشي بيتساوى في اهميه الامفوتيسيرين بي في حاله السيستميك كانديدا و بستخدمه في الاوروفارينجيال كانديدا والاسوفيجيال والكريبتو كوكال مانينجايتس كايش كدراج اوف تشويس كيف يعني دراج اوف تشويس يعني هذا الدواء اول دواء بخطر على بال الدكتور لما يلاقي مريض اجا عنده اسوفيجيال او اوروفارينجيال كاندياديس هاي الكانديدا والكريبتو كوكال مانينجايتس اذا اجا مريض عنده سيستميك كانديدا يا بختار الامفوتيرسين بي يا بختار الفلو طبعا الفلو هذا الاخرزول تمام هلا بشكل عام الاترا والفلو طبعا الفلو يعني احنا نقسمهم يعني اسوء شيء الكيتو بعدين الاترا بعدين الفلو فلو احسن شيء فالاترا والفلو ايش قدروا يعملوا لي اشياء يعني تقدر نعتبرها تطوير على الكيتو اول شيء انه هو لس هيباتو توكسيك والكيتو حكينا عنه هيباتو توكسيك وسيريس كان هون لس ادرينال سبريشن تمام لس دراج انتر اكشن هون حكينا عندي دقيقه هون حكينا عندي دراج انتر وين دقيقه ايوه هون حكينا بيعمل دراج انتر اكشن هون لسه دراج انتر اكشن مور افكتيف اكثر فعاليه دي ار مور سبيسيفيك تو ذا فانجل ذان هيومن سايتوكروم بي 450 وبالتالي هذول السايد افكت كلها نعمل اكس اللي بعته توكسيسيتي اكس تمام دقيقه شو بالله هاي قدرنا نتخطاها هذول قدرنا نتخطاهم
تمام drug interaction قدرنا نتخطاها وكان ايش كان more effective. فبضل عندي بس النوزيا والفومتينج والراش ممكن يعني انه تظهر لي. فكثير الدواء هذا احسن من الكيتو اللي هو فكرناه كيوت. تمام هلا advantage of الفلوكونازول over الكيتوكونازول والإترا. يعني مش احنا حكينا الفلو هو احسن واحد فيهم, حكينا احسن من الإترا والإترا احسن من الكيتو. طب ايش احسن من اي ناحية؟ اول شيء بتر absorption, حكينا ما بيعتمد ليش على الجاستريك acidity not affected by the use of the antacid or H2 blocker. ذكروا هنا لما حكينا تعتمد لي الانتي اسيد مع الاش 2 او, يعني لما ابغى استخدمها مع الانتي اسيد او الاش 2 بلوكرز, لانه تعتمد الازول بشكل عام امتصاصهم على الابزوربشن تاعهم على الابزوربشن تاع ال او بتعتمد على الوجود الجاستريك اسيديتي. لا الفلو حكى انا ما بعتمد على الناس تمام not dependent. ريتش ايش السي اس اف ماشي, فممكن اعطيه في حاله الفنجل مننجيتس ماشي. وسنجل دوز, كيف يعني سنجل دوز؟ يعني انا الكيتو والاترا مثلا ممكن حتى الكيتو بينعطى كانه 3 مرات في اليوم تمام. الفلو لا بينعطى سنجل دوز كل اسبوع, هذا اللي فهمته تمام. فهو هاير بيشنت كومبلينس. لما تيجي تقول لمريض بدي الدواء هذا تاخذه مده اسبوعين كل يوم 3 مرات بالله راح يعني يستجيب لك؟ لا. اما لما تحكي له تعالي كل اسبوع اعطيك اياه سنجل دوز يعني بكون الكومبلينس اكثر تمام. اذا الكومبلينس المننجايتس والجاستريك اسيديتي. طيب هلا تمام, هلا اجانا دواء اوله ايش؟ شوفوا بوس يعني شوف تمام. فهذا دواء بحكي طبعا اوله بوس تمام, بوس الحين بوست بس انه يعني مشوا لي ونزول. لما تشوفوا بوست نزول شوفوا هذا ده بقول بصوا شوفوا شو راح اسوي لكم ماشي. فبوست نزول هو البرودست سبيكترم ازول, هو اكثر ازول بغطي لي اشياء, فهو البرودست سبيكترم يعني مجالي الاشياء اللي بقدر انه يعالج لي اياها اكثر اشي. the only ازول with activity against ايش الميوكو الميوكور مايكوسيس تمام. it is used for prophylaxis of fungal infection during cancer chemotherapy. يعني شخص بتعاطى انه شخص معاه كانسر تمام, فباخذ كانسر كيموثيرابي فمناعته قلت فصار عنده fungal infection, فبستخدم هذا الحكالي بص وشوف انه انا شو حسوي لك كاز بروفيلاكسس. وبعمل انهيبيشن لساتكم بي 3A4 انكريز ذا ليفل اوف ذا سايكلوسبورين اند التاكرو هاي التاكرو ليمياس تمام. اذا شوف نضل ايش لا. اذا اخر واحد من عيله الازول حكى بصوا يا فلو يا كيتو يا اترا شوفوا انا شو راح اعمل لكم, انا البرودست سبيكترم اكتيفيتي, انا راح اعالج لكم الميوكور مايكوسيس. اذا حدا معاه كان باخذ كانسر ثيرابي انا راح اكون انا راح اكون تحمست شوي, انا راح اكون از بروفيلاكسيس لإله, وانا راح اعمل انهيبيشن للسايتوكروم بي 3A4 انكريزينج بالتالي ليفل اوف ذا سايكلوسبورين والتاكرو ليمياس. طيب هلا الايشينو هاي كان كاندنس تمام, ايشينو تمام, ايشينو زي ما بيقولوا عنا بالكركي انه زي ما بيقولوا ياشين ايشينو ياشينو ليش هيك عملتوا يعني ايشينو ليش هالقد دي دمرت البكتيريا. شوف الميكانيزم تاعت الايشينو. طبعا الايشينو نوعين كاسبوفانجين ومايكا تمام. طبعا الايشينو بنتهو بالفانجين ماشي. اذا الايشينو هذا انه ياشين ليش هيك عملت في الفانجس او في الفانجين تمام, عشان نربط فانجين ايشينو تمام كاسبو ومايكا. طيب الميكانيزم كالتالي, هو بروح على الجلوكوز بوليمر that is necessary for the maintaining structure of the fungal cell wall. انا عندي cell wall تمام, يي ليش هيك عملت دقيقة تمام. انا عندي cell wall تمام. هلا cell wall بروح هو طبعا من احد مكونات cell wall هو الجلوكوز تمام. بروح هو بيثبط لي التصنيع الجلوكوز بوليمر اللي هي مهمه للحفاظ على الاستكشر تبع الفنجل cell wall. فبالتالي cell wall بيخسر الانتجريتي تاعته بصير لايز بصير death ماشي. ليه قلنا له يشينو يعني يشين ليش هيك سويت يشين تمام. هلا uses IV يعني بعطي بحالة ال IV. هلا الكاسبو والمايكا, الكاسبو بالكانديدا وانفيزيف الاسبر هاي الاسبر اسبريليوسيس ريفراكتوري تو ذا انفوتيرسين
الميكا لا ميوكو كوتينيوس كانديدا وبروفيلاكسيس اوف ذا كانديدا انفكشن بالبون مارو ترانسبلانت بيشنت. اذا المايكا له علاقه بالبروفيلاكسيس تبع البون مارو والجلد والميوكا كوتينيوس. الكاسبو لا له علاقه في ايش هاي الاسبيرليوسيس ريفراكتوري اسبيرجيليوسيس. المهم ادفيرس افكت هلا هون عندي بعمل لي هيدك فيفر فلاشينج هيستامين ريليز. تمام اذا له علاقه بالهيستامين والريليز بشكل عام مع صداع وفيفر. طيب اخر شغلتين اللي هو الجريسيو. الجريسيو حكينا تبع الماكروتوبيول عدناها ألف مره بجوز انهبيشن اوف مايتوزيس. انا لما بمنع الماكروتوبيول كل المايتوزيس بمنعه. فركز شوي لو انا منعت المايتوزيس اذا انا منعت انه هاي البكتيريا ايش تموت وتتكاثر ما قتلتها لك هو فانجاي ايش استاتيك مش صايدل فانجاي استاتيك. تمام اذا لان انا منعت الميتوزيس هو فانجاي استاتيك نت فانجاي فانجاي صايدل. تمام طبعا انهيبيشن للنيوكليك اسيد سينثيسز برضو في شغله ذكروا احنا شو حكينا برضو بتاعت النيوكليك اسيد سينثيسز حكينا تبعت الفلو صح فلو هي تاعت الفلو هي نيوكليك اسيد سينثيسيس. هذا الجريسو هذا الجرايسو هذا مايكروتوبيول برضه له علاقه في نيوكليك اسيد سينثيسيس. يعني هو الدواء الوحيد اللي حكيناه اليوم اللي بيجمع تو ميكانيزم. اول ميكانيزم انه بيحطم لي المايكروتوبيول وبيعمل انهيبيشن للنيوكليك اسيد. ولكن لاحظ انه انهيبيشن مش بيمنع لي النيوكليك لانه اذا بيمنع لي اصلا نيوكليك اسيد سينثيسيس رح يكون فانجي سايدل. ولكن هو بيعمل انهيبيشن يعني بقلل لي اياها شوي وما بصير في عندي مايتوسيس فبالتالي كلها بتأدي انه يكون عندي فانجي ستاتيك. طب لوز نوت اكتيف توبيكالي سو جيفن اورالي بينعطى اورالي في حالة الدرماتوفايت. في حالة الدرماتوفايت على فكرة التربن توقع برضو في حالة الدرماتوفايت هلا بنشوف. هي برضو اخر دواء برضو التربن اللي هو دمر لي اول خطوة في خطوة تصنيع الارجوستيرول برضو الدرماتوفايت. تمام اذا اخر اثنين درماتوفايت هذا درماتوفايت واللي تحتيه اللي هو التربن درماتوفايت. طيب it is largely replaced by تربن هي التربنافين والازول. تمام يعني بتم استبداله بالتربنافين. الادفرس ليش لانه عنده ادفرس افكت نوزيا فومتينج اي شيء اصلا اورالي نوزيا فومتينج هيدك منتال كونفيوجن هيباتو توكسيك هاي اخطر شيء وانزيم ادوس ديكريز الوارفارين ليفل يعني بقلل في الوارفارين ليفل. اذا الجريسيو مع انه عنده تو ميكانيزم اذا الى انه ايش بأثر لي على الوارفارين وبعمل هيباتوتوكسيك هيك تم استبداله في شيء اللي هو ايش التربن. التربن حكينا التربن اللهم صل على سيدنا محمد كان بيعمل بلوك للخطوه الهاي سكوالين لا ايش لا اللانو ستيرول. تمام ف التربنافين انهيبيشن اوف ذا سكوالين هاي بالضبط انهيبيشن اوف ذا سكوالين هاي ايبوكسيدايز انزيم. شو السكوالين ايبوكسيدايز انزيم هو نفسه الانزيم اللي هون بحولني سكوالين لانوستيرول اسمه سكوالين ايبوكسايد انزيم. تمام في بيعمل بلوك لهي الخطوه. تمام بطلت اعرف احكي ما اعرف ليش. تمام دقيقه بالله. تمام هي which is essential for ergosterol synthesis لأنه هو حكينا أول خطوة في عملية تصنيع الأرجوستيرول. advantage over azol حكينا يعني إيش هو عنده advantage على الأزول. أول إشي ما بعمل ليش inhibition للcytochrome P450. تمام فبالتالي تبعون التستوستيرون والكورتيكوستيرويد وهي الأشياء ما بتدخل فيها. وثاني إشي اللي هي هاي سكويلن هاي إيبوكسايد إنزيم is not present in the human. هذا السكويلن إيبوكسايد إنزيم مش موجود عند الهيومن فبالتالي هو more selective toxicity. وهي حكيتها أول إشي لما حكينا إنه التربنافين أحسن من إيش الأزول لأنه الأزول الازول ببلش بالسيتوكروم بي 450 اللي هو موجود عندي وعند الفنجس. تمام فبالتالي راح ياثر علي وراح ياثر على الفنجس. ولكن التربنافين ببلش في هاي الخطوه اللي هي الساكولين ايبوكسايد ريدكتيز هاي الخطوه مش موجوده عندي فبالتالي هو راح يكون بس سيلكتيف فور ذا ايش فور ذا فنجس. ليك حكى مور سيلكتيف توكسيسيتي. هلا uses oral or topical for dermatophyte حكينا هذا برضو dermatophyte more effective than الجريسيو فالفين. حكينا انه انا اصلا الجريسيو فالفين حكينا انه انا بستبدله بالتربنافين. الله اكبر الله اكبر
سايد افكت جي اي تي وتيست ديستربنسز, فبالتالي السايد افكت تبعته يعني مقدور عليها انه يعني ايش تيست يعني طعم مش زاكي شو عادي مش هالشيء. الجي اي تي مش كثير خطيره, فبالتالي مش موضوع كثير خطير, السايد افكت تاعته معقوله جدا. النستاتين حكينا عنه وشرحناه وهيك بنكون خلصنا المحاضره. يعطيكم الف الف عافيه, سامحوني على اي خطا غير مقصود. موفقين وريد, موفقين.